اليوم بتاعي بيبدأ من أول الساعة 6 الصبح، المشرفين بيعدوا علينا بيتأكدوا إن إحنا صاحيين، بعد كده بطلع أفطر الساعة 6:30، بسجل حضوري في الفطار بتاعي واخد وجبة الفطار وأقعد أخلص الفطار بتاعي لحد ما الطابور يبدأ. بعد كده بقى بروح الطابور الصباحي، الطابور بيبدأ من الساعة 7:30، بنروح الطابور بيبقى فيه إذاعة مثلا أو فيه تحية علم، لو هيكرموا ناس من الناس اللي في ناس كتير عاملة إنجازات بيبقى فيه تكريم، يعني ساعات كتير بيبقى فيه تكريم. وبعد كده الطابور بينتهي الساعة 8:15، والحصة بقى بتنتهي في تمام الساعة 9:05. كل حصة بتقعد 80 دقيقة، هم 5 حصص، وفي النص بريكين، بريك الأول ربع ساعة بين الحصة التانية والتالتة، وبريك التاني بين الحصة الرابعة والخامسة بيقعد 10 دقايق. كده بقى بيبقى على حسب، بيبقى عندنا تاسكس بنخلص اليوم الدراسي، بيبقى اليوم بيبقى بنخلصه على الساعة 3:15. بعد كده بقى بنروح نتغدى، الغدا بيبقى الساعة 3، بنصلي العصر ونروح نتغدى، بنخلص الغدا أحيانا بنخلصه 3:30. بعد كده بيبقى عندنا سيشن بالليل الأولى، بننزل نشرح لهم عن الكابستون بتاعهم، بنراجع الكتابه بتاعتهم بتبقى عامله ازاي، بنتابع الستبس بنشوف وصل فين. وبعد كده برجع بنام لحد المغرب، وابدا اذاكر من المغرب لحد ما ارجع انام تاني الساعه 10 بالليل، بذاكر المنهج بتاعي، ولو قدرت اخلص الحاجه اللي عليا انا بحط تاسك معين في يومي، يعني خلاص الماده الفلانيه والماده الفلانيه عندي بكره امتحان، بجهز دنيتي، خلاص خلصت التاسك بتاعي ممكن انزل ارفع نفسي شويه في ملعب الفولي، الباسكت، ملعب الكوره، ايا يكن، وبعد كده برجع انام عشان اجهز لليوم التاني. النظام مدرستنا ان احنا المدرسه الداخلي من يوم السبت ليوم الخميس. انا من المنيا احيانا وانا مروح بياخد وقت كتير فبيستهلك اليوم، واحنا بيعتبر الويك اند بالنسبه لنا بيبقى احسن وقت ان احنا نذاكر، يعني فهي بتبقى اغلبها مذاكره، باقيين بالجمعه والسبت وبيبقى مكثفهم مذاكره، ولو في اي تاسكس متاخره عليا او كده عندي تاسك تسليمه يوم الاحد بشتغل عليها، بحس ان انا سالمه في ميعاده.